لبنان يواجه أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية عام 1975. اقتصاده يتدهور والتوترات الطائفية تتصاعد، وانفجار مرفأ بيروت كان أحدث ضربة للدولة المتزعزعة. أمور عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودفعته للدعوة لمحاولة رسم خطة إنقاذ لبنان. ففي أقل من 48 ساعة توسط ماكرون للتوصل إلى اتفاق لتأمين وتعيين رئيس وزراء جديد، وفي حين يضغط الرئيس الفرنسي لإبعاد لبنان عن هاوية أزمة اقتصادية، فإن لديه أيضا مخاوف وتحديات. زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان تتزامن مع مرور 100 عام على ذكرى تأسيس البلاد، في وقت تحوم فيه شكوك عميقة بين اللبنانيين بأنه سيكون له مستقبل خال من عنف الأحزاب والنفوذ الإيراني. بعد عقود من الفساد السياسي، يجد لبنان نفسه في مواجهة أزمة اقتصادية بعد أن امتنع المانحون الماليون عن الدعم، لتأتي أزمة فيروس كورونا وتضيف إلى لبنان أزمة صحية علاوة على أزماته الطاحنة.